السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنرجع نكمل النهاردة معاكم فاطمة عربوي فرقة خمسة بإذن الله. هنرجع نكمل في الكوميونيتي في مواضيع البروفيشناليزم. الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عن حاجة اسمها الستريس اند بروفيشنال بيرن اوت. طبعا الستريس احنا عارفين يعني ايه، يعني الضغوطات اللي احنا بنتعرض ليها. والبروفيشنال بيرن اوت، البيرن اوت برضو زي الستريس بس حاجة على المدى البعيد. فاول حاجه كده هنتكلم عليها بسم الله الستريس ان الورك بليس. ايه بقى الستريس ان الورك بليس ده؟ كلنا طبعا هنتكلم بقى علينا احنا كدكاتره، كلنا لما بنيجي او حتى احنا كطلبه ما بنيجي نشتغل في حاجه، ما بنيجي نذاكر، لما بيجي حد شغال في مكتب، حد شغال كدكتور وكده، متعرض لضغط طول الوقت. احنا كطلبه مثلا ايام الامتحانات بنبقى في ستريس فظيع يعني، وطول الوقت حاسين زي ما يكون خلاص بقى دي نهايه الدنيا. بنبقى تعبانين جدا ومرهقين وطول الوقت عايزين ننام وجسمنا تعبان وحالتنا المزاجيه وحشه، وبنفضل نتخانق على اتفه الاسباب ومش طايقين اي حد يكلمنا. تمام. فالستريس معناه ايه؟ معناه هي عباره عن كونديشن او فيلينج اكسبيرينس، يعني هي المفروض حاله من الحالات اللي احنا بنحسها، بيكون فيها انت حاسس ان الحاجه اللي مطلوبه منك اكتر من قدرتك عليها. يعني انا مطلوب مني ان انا اخلص مثلا منهج البطنة في 4 أيام، او انت مثلا كأنك مطلوب منك تخلص المديول كامل تذاكره في يوم واحد، واللي يقول لك الامتحان الصبح، انت اتفاجئت بان الامتحان الصبح. طب وده ينفع؟ فانا كده حسيت ان الحاجة اللي مطلوبة مني مش قد مجهودي او مش قد قدراتي ان انا اعمل الحاجة دي. فبيقول لك الناس ازاي ان هي بتحس ليتل ستريس، بتحس ان الستريس ده قليل ازاي؟ ان هيكون معها الوقت هاف تايم. يعني انت لو كنت قبل الامتحان بتاعك بدل يوم واحد اسبوع، هتحس ان الدنيا تمام وفري، واه هنذاكر مثلا 3-4 ساعات النهارده ونستريح باقي اليوم. على عكس ما تكون بقى الامتحان الصبح ده انا هقعد اذاكر 24 ساعه، في ال 24 ساعه مش هقدر اقوم من مكاني وهبقى قاعد متضايق. تاني حاجه ان انا اكون اكسبيرينسد، انا وانا بذاكر مش قاعد بذاكر كل كلمه ومش عارف المهم مش من المهم، لا ده انا واد حريف بعرف اذاكر كل حاجه، ايه المهم وايه مش مهم، بنشن من الاخر على المعلومه. تالت حاجه الريسورسز، انت عارف انت هتذاكر منين، معاك الموارد بتاعتك، معاك المذكره، مش لسه هتمسك بقى انت مش عارف انا هذاكر من انهي كتاب ولا عارف هذاكر من انهي مذكره، لا ده انت معاك الوقت، عارف هتذاكر ازاي وعارف هتذاكر من انهي كتاب. فانت واحد منظم نفسك وعارف هتعمل ايه بالظبط، خطواتك واضحه قدامك، فدول كلهم بيقللوا الضغط عليك شويه. بعد كده ازاي امتى بقى بنحس ان احنا عندنا جريت ستريس؟ لما بنكون احنا حاسين ان احنا مش هنقدر نعمل الحاجه دي. كانت هاندل ذا ديموند، يعني انا مش عارف ان انا اوصل للحاجه اللي الناس طالبها مني، فدي كلها تحطيني في ستريس. فبيقول لك ان وبعد كده بيقول لك بقى ان الستريس نوت ان نوت ان انفينتابل كونسيكونس، يعني بيقول انفينتابل دي يعني حتميه، يعني انا مش لازم احس بستريس وانا شغاله في اي حاجه، مش لازم دايما، مش لازم كل امتحان احس بستريس، لا هو بيعتمد على بس انت الناس هتساعدك قد ايه، على خبرتك انت قد ايه، هل انت عارف هتمشي ازاي ولا لا، الحاجات دي. طول ما انت عارف تتعامل مع الموقف فالستريس عندك قليل، وانت ممكن كمان متبقاش متوتر اصلا، على عكس ان انت في وقت تاني ممكن تبقى متوتر لان انت مش عارف انت هتعمل ايه. ما في مواد احنا بنبقى عيال واو فيها ومش حاسين بقلق قوي، زي مواد تانية بنبقى حاسين ان احنا على اخرنا وخايفين ومرعوبين ومش هنعدي من الماده دي وكده، وهي بتعدي كلها بستر ربنا يعني. بعد كده بقى بيقول لك ايه الفاكتورز اللي هي بتخلي العمل اللي احنا شغالين فيه ستريسفول، يعني فاكتورز ذات ميك جوب ستريسفول. اول حاجه بيقول لك ريسبونسابيلتي وزاوت اوثوريتي. يعني ايه ريسبونسابيلتي وزاوت اوثوريتي؟ يعني انا واحد بقيت مسؤول وانا اصلا مش مؤهل ان انا ابقى مسؤول، واحد بقيت مدير مستشفى وانا مش مؤهل ابقى مدير مستشفى، ده بيغلط انا بطبطب عليه وبكبر دماغي، بطبطبش ما بسالش اصلا، المستشفى تضرب تقلب ما بشوفش مين عمال ما بينظفوش، مين دكتور ما بيشتغلش، مين فلان ما بيعملش، ولا انا فارق معايا، ما عنديش اي مسؤوليه ولا اي اداره للموضوع اللي الناس شغاله، ولا انا عارف اصلا الناس شغاله في ايه. يعني انا عندي مسؤوليه وزاويه اسرتي، يعني ما عنديش سلطه، مش قادر اسيطر على الناس، فانا كده ماليش لازمه. بعد كده بريشر اوف الديدلاين، الديدلاينز دي اللي هي انت زي ما قلنا كده عندنا امتحان فده ضغط علينا،
على عكس لما اكون بذاكر طول السنه، انا طول السنه فريش وبذاكر ساعتين في اليوم وانزل اخرج مع اصحابي بالليل والحياه حلوه. لكن اجي اقيم الامتحان حد يقول لك لا يا عم انا يلا نخرج، لا يا عم انا عندي امتحان مش قادر، انا هقعد اذاكر، انا هقعد اقطع نفسي من المذاكره. فانت كده مضغوط، الديدلاين بتاعك انت خلاص امتحانك بكره الساعه 10، هينفع تخرج تتسرمح ولا تسنكح في الشارع؟ طبعا لا. بعد كده حاجه اسمها رول امبيجوتي. يعني ايه رول امبيجوتي؟ يعني عندك غموض، انت مش عارف انت هتعمل ايه اصلا، انت كدكتور مش عارف انت هتشتغل ايه بالظبط، هتعمل ايه، هتعمل ريبورتات ولا هتحضر مؤتمرات ولا هتقف تعالج المرضى ولا هتطلع العياده الخارجيه ولا هتنزل الاستقبال ولا تخش عمليه ولا ايه بالظبط. كل ده مطلوب منك في وقت واحد، انت مش عارف هتعمل ايه. خلاص انا زهقت، انا تعبت، فكده انت بقيت مضغوط من جواك، انت حتى لو انت مش عارف تعمل حاجه هتفضل مكانك مش هتعرف تتحرك. زي ما احنا نحط الكتب قدامنا كده، يا ربي انا هلحق اذاكر ده كله امتى، انا هلحق اعمل ده كله امتى. فده الواحد بيعمل عليا برضو ضغط وستريس جامد، بيخليني انا مش عارف اتحرك من مكاني ولا انجز. والله انا افتكر مره كان عندي امتحان ونمت قبل الامتحان بشويه، يعني الامتحان كان الصبح ومن كتر ما انا مش عارفه اعمل ايه ولا عارفه اذاكر الماده نمت وما ذاكرتش. يعني الاسترس اصلا حاجه وحشه جدا، اتمنى ما يبقاش موجود في حياتنا والله، بس شر لابد منه. بعد كده حاجه اسمها رول كونفليكت. يعني ايه رول كونفليكت؟ يعني النزاعات اللي بتحصل ما بين الاقسام. النهارده القسم بتاع النساء عامل مشاكل مع قسم التخديره، بالمناسبه لسه في مشكله حصلت ما بين الاسمين دول في مستشفى معين. اسم انا بقى انا عايز اثبت ان انا الدكتور، ان انا من النهارده بقى مفيش اسم نساء، احنا بقى اسم التخدير ملوك المستشفى. لا خلاص يا عم، احنا اللي هنبقى بعد كده نعمل كل حاجه، واحنا اللي هنبقى الكل في الكل. فده عايز يسيطر على ده وده عايز يسيطر على ده، فبيبقى في نزاعات ما بين الاقسام وما بين الاقسام اللي هي التخصصات. يعني بعد كده رول اوفرلود. يعني ايه رول اوفرلود؟ الرول اوفرلود دي ان انا طول الوقت حاسس ان انا عليا حمل انا مش قده، حمل حاسس ان انا مسؤول عن كل حاجه وكل الناس. انا كدكتور حاسس ان انا مسؤول عن عامل النظافه اللي قدامي ده، ان انا لازم انت تنظف عشان انا خايف على المريض لا يجي له انفكشن، مسؤول عن الممرضه عشان لو ما عملتش شغلها انا مش هعرف اشتغل، مسؤول عن مش عارف مين. حاسس ان انا طول الوقت مشغول بالناس اللي حواليا، وحاسس ان يعني شايل شيلتي وشيلت الناس كمان، فبرضه ده مش نافع. بعد كده حاجه اسمها الكروسنج اورجانيزيشنال باوندريز. يعني انا دايما حاسس ان يعني في الاول المفروض ان كل مؤسسه علاجيه لها التخصص بتاعها. يعني كروسنج اورجانيزيشنال باوندريز دي يعني ما بقاش في حدود، بقى كل حد داخل في شغل التاني. يعني المؤسسة العلاجية دخلت في شغل المؤسسة الإدارية، دخلت في شغل المؤسسة الوقائية، فبدل ما الدكتور بدل ما كل واحد كان له تخصصه، لا كله دخل على بعضه، فانت برضو بقيت مشتت، بقى عندك يعني زي هي نفس الموضوع بتاع الامبيجوتي كده، هي نفس الشيء شبهها. وبعد كده responsibility for actions of others، فانت بقيت وانت بقى حاسس بان اغلاط الاخرين بتاثر عليك. هل لو الممرضه غلطت في حاجه مش هتتلط فيها كدكتور؟ لا هتتلط فيها، فانت غصب عنك بتبقى مسؤول عن كل حاجه للناس. نلخص بقى الموضوع ده في ايه؟ قلنا ان هو بيكون واحد دلدول، يعني مسؤول ومش عارف يسيطر على الناس، دايما مضغوط، حاسس ان هو اوفرلود، بيفكر كتير، واحد بيفضل يفكر طول الوقت ان هو حاسس ان هو كونفليكت اوفرلود، بيجاهد نفسه، يعني حاسس اللي هو بريشر اوف الديدلاين، وايه وشايل هم مهم الناس، يعني عنده ريسبونسابيلتي الاكشن بتاع الناس. يبقى في واحد دلدول ودايما مضغوط وفكر يتغير، ان هو فكر ان هو يعمل حاجه صح يعني، فبدا ان هو فراح من كتر الضغط اللي عليه راح شال هم مهم الناس، فبقى ده زود الضغط عليه اكتر. تمام، يبقى هنقول واحد مسؤول وملوش لازمه، نزلنا على الدكتور لقيناه عنده بريشر من الديدلاين، ان هو مش عارف يعدي المشاكل، يعني مش عارف قصدي هيعمل كل حاجه ازاي في الوقت المناسب، في التباس عنده في الحاجات اللي هو المفروض يشتغلها، لان طبعا المؤسسات الحكوميه زي الزفت، فانا لازم احافظ على المريض بتاعي بقدر الامكان، وما فيش كمان موارد وما فيش حاجات من دي، فهي دي مشكله. بعد كده دايما حاسس ان هو مضغوط، مشاكل اللي بتحصل ما بين الاقسام، مسؤول عن كل شغل الناس. بعد كده بقى ايه هي المانيفستيشنز بتاعه الاسترس؟ اي احنا نوصف نفسنا لما بيكون عندنا امتحان الصبح، بتكون تعبان تايرد فيلينج ديبريسد ومكتئب، مش طايق حد يكلمك، هي بالظبط هي نفس انا انطفيت، هي نفس الشيء،
being physically and emotionally exhausted. انا مش قادره اضحك، مش قادره اكلم حد، مش قادره اعمل حاجه، ولا قادره اقوم من مكاني والله. بعد كده بيرند اوت، بيرند اوت لسه هنشرحها بعدين، بس حاسس بضغط عصبي رهيب لدرجه يعني خلاص فقد الشغف بجد. فيلينج تراب، ده حاسس ان انا محبوس، انا نفسي اقوم اخرج مع اصحابي بس انا مش هينفع اخرج عشان انا وراي حاجات كتير. ان هابي يعني زعلان وحزين، وورسلس يعني مستاء، وحاسس ان هو فقد الامل وملوش لازمه. فيلينج ريجكتد، ان هو بيبدا ينعزل بقى عن الاخرين، ولا وثقته في نفسه بتتهز. وانكسس، ان هو بيكون دايما غضبان وقلقان ومتضايق كده من جواه. بعد كده يعني بقى نقول واحد تعبان، يعني فاكرين الاغنيه بتاعت تعبان مخنوق متضايق، هي نفسها، واحد تعبان ومخنوق ومتضايق وزهقان ومش طايق نفسه وفاقد الشغف وقلقان وحزين. كده خلصنا المانيفستيشن. بعد كده نتكلم بقى على التايبس اوف الاسترس. دلوقتي الاسترس عندي نوعين، ديستريس واسترس. ديستريس ده يعني نيجاتيف، اللي هو الضغط، الضغط اللي بينجم عنه ان انا ما بشتغلش، بتعطل اكتر. زي ما قلنا ان في ناس تحت الضغط بتشتغل وناس تحت الضغط بتتعب اكتر. فانا كفاطمه شخصيه لما بقع تحت ضغط شديد شديد لدرجه مش قادره ان انا اتحرك من مكاني او ان انا اتعب فيه، ما بنجس اي حاجه، فده بالنسبه لي ديستريس. وفي ضغط خفيف كده اللي هو حاجات كده، اه بنبقى خايفين وان احنا ما ننجس. انا مثلا ببقى مضغوطه قبل ما اعمل المحاضره دي، ببقى خايفه ان انا ما اوصلش المعلومه زي ما الناس عايزاها، الناس ما تفهمش، الداتا تطلع مش حلوه، ما اعرفش اقلب فيها وكده. فده ايه ستريس، ده برضو حاجه حلوه بتخليني ان انا اعمل حاجه كويسه. يبقى الديستريس بيبقى هاز نيجاتيف امبليكيشن، له اثار سيئه، يعني بيجيبني لورا ما طلعنيش قدام. الايه ستريس جود، بيطلعني لقدام، بيديني دفعات ان انا ابقى كويس. يبقى احنا كده خلصنا الاسترس، هنخش بقى على البرن اوت. يبقى احنا اتكلمنا في في الاسترس على ايه، اتكلمنا في الاول خالص على تعريفه ان هو ايه معناه، واتكلمنا على المانيفستيشنز بتاعته، واتكلمنا عن التايبس بتاعته، واتكلمنا على ايه تاني، واتكلمنا عن الفاكتورز اللي هي بتأثر، يعني ان هي بتخلي الشغل اللي انا شغاله يكون استرس جامد وان انا مش عارف اشتغل. بعد كده بقى هنخش على حاجه اسمها البيرن اوت. بيرن اوت دي حاجه كرونيك، هو استرس بس من كتر الاسترس. الاسترس ده بيكون حاجه زي حاجه اكيوت، انت بقى ايه من الاخر اكن كلب بيجري وراك، بعد ما الكلب بيمشي خلاص انت بدات تستريح. البيرن اوت بقى حاجه كرونيك، من كتر الضغط، من كتر الضغط اللي عليك خلاص بقى فقدت الشغف في كل حاجه، وقايم تروح الشغل وانت مش طايق نفسك، وانت مش عايز تشتغل ولا انت عايز تعمل اي حاجه في دنيتك، يعني بسبب البيرن اوت ده. فهي دي نقدر نعتبرها زي مرض، مرض كرونيك. تمام. البيرن اوت بقى يعني ايه؟ قلنا ان البيرن اوت يعني فيسيولوجي، اللي هو لا سايكولوجيكال تيرم، يعني هي حاله نفسيه بتحصل لنا بسبب اللونج تيرم اكزوشن. يعني انا بقى لي فتره طويله مضغوط وتعبان ومتضايق ومخنوق وكده، يعني نفس اعراض الاسترس بس بقى لها فتره طويله، فبيحصل لي بقى اللي هي البيرن اوت دي. فبيقول ان هي اكزوشن اند ديمنيشد انترست، فقد الاهتمام بالحاجات وفقد الشغف. بعد كده بيقول لك حاجه اسمها اللي هي جنرال ويرنج اوت. يعني ايه ويرنج اوت دي؟ يعني هو اتهرى وتعب، ويعني هي ترجمتها كده تعب جامد من البريشر في الورك، في الضغط الموجود عليه. وات از ذا بيرن اوت؟ ايه هو البيرن اوت؟ ما احنا لسه قايلين اللي هي فيسيولوجيكال ستيت، هو تعب جامد واتهرى من كتر الضغط اللي عليه. فالبرن اوت دي بقى هنقول عليها ايه، هي منها ثلاث حاجات بيحصلوا، ثلاث ميكانيزمات. هي عباره عن استيت ايموشنال ومنتال وفيزيكال اكزوشن. بيحصل لي استنفاذ في جسمي، بيتعب ايموشنالي، ببقى مش متظبط وببقى عندي مود سوينجس ومش تمام. منتال عقلي مشغول ومتضايق ومضغوط. يعني فاول حاجه نقول عليها ان هو عباره عن سايكولوجيكال ستيت، وبتحصل ايموشنال او منتال او فيزيكال اكزوشن بسبب الاكسسيف برولونجد ستريس. ستريس حصل طول الفتره اللي فاتت، فانا حصل لي حاجه اسمها البيرن اوت، مللت من الشغل، تعبت من الشغل، خلاص مش طايقه ومش عايزه اشتغله، ما بقتش احبه. فده بيحصل لما بيحصل حاجه اسمها يعني اوفرويلمد. يعني ايه اوفرويلمد دي؟ يعني حصل له قهر،
او ارباك او ان هو بقى مقهور جواه كده, مش عارف ايه اللي هو بيعمله ده. خلاص هو متضايق من جوا ان انا من ان انا مش عايز الشغل دوت, لان طبعا في حياة مرضى, بس انا مضغوط وما بقتش طايق الشغل ده برضو, هعمل ايه؟ فانت ما بقتش عارف تلبي الطلبات اللي مطلوبة منك, unable to meet constant demands. وبيقول ان الاسترس ده بيفضل continuous معاه لحد ما بيحصل له حاجة اسمها loss of interest او motivation, فقد الحافز اللي هو بيدفعه ان هو يكمل ان هو يشتغل وان هو ينتج ويبقى دكتور شاطر وكده, وفقد الاهتمام اصلا حتى بشغله, ولا بقى يطلع على مقالات ولا بقى يطلع على مجلات ولا لأي حاجة من الحاجات دي. وبيقول ان البرن اوت بيقلل البرودكتيفيتي وبينهي, يعني بيقلل الانتاجية بتاعتك زي ما قلنا, وبينهي على طاقتك حرفيا, انت بتبقى خلاص وبتبقى حاسس ان انت هيلبلس مالكش لازمة وهوبلس وبسيميستك يعني متشائم. بس انت ممكن تحس ان انت كويس لو انت ما بتعملش حاجة, يعني الاول ما تحس بقى ان انت خلاص قربت تخلص فانت بقيت كويس, هو نفس الرياكشن الليمبي كده, هو والله بيبقى نفس المنظر. بعد كده بيقول لك الفيزيشنز ويز البيرن اوت بيحصل لهم ايه بقى, الدكاتره بتبقى عامله ازاي لما بيجي لهم البيرن اوت؟ هاي ريت اوف جوب دي ساتسفاكشن, يعني ما بيبقاش راضي على الشغل بتاعه ولا بيكون عايز يشتغل اصلا. فايه الهاي ريت بقى ديت؟ بيقول ان هي مش قادر على كل الشغل اللي هو بيتعمل له ده وما بيبقاش راضي عنه. elevated rate of suicide, بيحصل حالات انتحار كتيرة, بس طبعا يعني عشان الناس اصلا مسلمة هنا فبيبقى الموضوع ده اقل شوية. missed work time, بيمشي ويسيب الشغل في اي وقت, بيجي الشغل متأخر على ما ياكل ويشرب ومش عارف ايه, ما يهتمش بالحالات ويقعد يرمي الحالات بتاعته على اصحابه كده. substance abuse, غالبا بيكون متعصب ومتنرفز على الناس وعنيف. بعد كده decline in the embassy, يعني بيقلل في شغله وفي حرفيته, ده اصلا بيبقى يعني متضايق ومش عارف يشتغل, وبيبقى عامل نيجاتيف افكت على الدكتور بيشنت ريليشن شيب, هو ما بيهتمش بالمرضى فبيبقى علاقته بالمريض وحشه, فبيبقى حاجه اللي هي الدكتور بيشنت ريليشن شيب دي عطفوا عليهم قليل, فبقى جاحد معاهم وبقى عنيف معاهم, فما بقوش يحبوه فما بقوش يامنوا له فما بقوش يقولوا له الاعراض بتاعته ولا عايزينه اصلا. وبور بيشنت كير اند ساتسفاكشن ريتنج, يعني مش بيهتم بالناس زي ما لسه قايلين. وانكريز في الميديكال ايرور, بيغلط بقى كتير وشغله ما بيبقاش نافع, يعني بيقعد يغلط بقى في, يعني يجي يعمل عمليه يغلط ينسى فوطه جوه بطن العيان, وهو بيشخص ينسى حاجه مهمه, تغير التشخيص من حاجه لحاجه, فدي برضو مشكله. بعد كده بقى هنفرق ما بين الاسترس والبرن اوت. احنا قلنا ان الاسترس حاجه لحظية او حاجة اكيوت, اما البرن اوت حاجة كرونيك. الاسترس قلنا emotions are over active, كل حاجة عنده هايبر, كل حاجة عنده متوتر زهقان وتحس واحد كده بص قاعد مش على بعضه. اما البرن اوت بيقول لك emotions are blunted, خلاص بقى واحد متبلد الاحاسيس والمشاعر. بعد كده الاسترس بيبقى produce urgency, يعني حاسس ان هو قاعد في, بص كأنك قاعد في استقبال, استقبال حوادث, كل شويه جاي لك حاله, كل حاسس ان انت طول الوقت مضغوط. اند هايبر اكتيف, لوس اوف انرجي, ما بقاش عنده طاقه. انكزايتي ديس اوردر, ايه هي الانكزايتي ديس اوردر دي بقى؟ اللي هي ايه, كان كلب بيجري وراك وتطلع ادرينالين كتير, فبيحصل لك بقى مود سوينج, زياده في الهارت ريت, زياده في البريس, والاسيد بتاع الاستومك هتعلى فبطنك توجعك, الكلام ده بقى كله. وبرايمري دامج ان الفيزيكال ستيت, يعني جسمك بقى بيهمد وبيتعب والجو ده. may kill you prematurely, مش معناها كده ان هو يموتك لا, بس يعني زي ما قلنا هيقتلك نفسيا. بعد كده البرن اوت قلنا ان هي blunted, خلاص مشاعره اتبلدت, بيبقى حاسس ان هو helplessness and hopelessness, مش حاسس باي امل ولا مساعده ولا الحاجات دي, فقد الحافز ان هو يكمل حياته او يكمل شغله. بيحصل له حاجه اسمها detachment, detachment دي يعني هو ينعزل عن الاخرين ويجي له depression, خلاص هو عايز بقى يعيش لوحده, وانا تعبت من الناس فانا عايز اعيش لوحدي. بيحصل دامج ان الايموشن, خلاص برضه احنا لسه قلنا فوق ان هي بلانتد. ميك لايف سيم نوت وورث ليفنج, يعني نفس الشيء ان هي حياته بقت ملهاش لازمه بالنسبه له, يعني بقت حياته وحشه.
اسباب بقى البيرن اوت ايه؟ عندنا البيرن اوت بسبب ثلاثة حاجات. اول واحدة حاجة لها علاقة بالشغل، حاجة لها علاقة باللايف ستايل بتاعة الدكتور ده او الشخص اللي هو فاقد الشغف ده، وحاجة تانية لها علاقة باللي هي ايه، بالناس اللي شغالة، او بالحاجة اسمها اللي هي البرسوناليتي تريت. ايه البرسوناليتي تريتس دي؟ يعني لها علاقة باللي هي الحاجات الشخصية، يعني حاجات في نفسه، يعني حاجات شخصية، اللي هي الشخصيات الناس اللي شغالة في المؤسسة، او صفاته، او بصوا هتفهموها لما تتقال، هي بتتفهم في سياق الكلام. بس هي الدكتورة في المحاضرة قالت شخصيات الناس اللي شغالة في المؤسسة، بس انا عن نفسي ما شفتهاش كده. لما نيجي نشرح الكلام على بعضه هتفهموا قصدي. اول حاجة الورك ريليتد. يعني ايه الورك ريليتد؟ لها علاقة قلنا بالشغل بتاع الشغل وخلاص. feeling like little no control، مش قادر على ابسط كمية من الشغل ده، بقول لك مش عارف، لو هتديله حلقة واحدة مش طايقه، مش عاوز، مش قادر يسيطر على شغله ده، مش قادر يسيطر على نفسه ان انا اشتغل حتى لو حلقة واحدة، ماشي؟ فمهما كان الشغل قليل هو مش قادر يشتغل، خلاص فقد كل قدرته على انه يشتغل. lack of recognition او reward for good، sorry feeling like have little، دي قلناها lack of recognition او reward من العمل، يعني في الشغل بيفضل يشتغل ومحدش بيقدره ولا حد بيسأل فيه، محدش بيقدره، لان في ناس كتير عندها مبدأ الشغل ايه اللي هو اشتغل كتير تغلط كتير تاخد على دماغ، ما تشتغلش خالص، ما تغلطش تتشال على الدماغ، واعمل شو بس وروح طبل للمسؤولين، انت كده راجل مية مية وكفاءة. بس الناس بقى اللي بتشتغل التانية هي اللي بتتعب وهي اللي بيحصل لها البرن اوت ده، يعني الشخص اللي بيشتغل وما يلاقيش، ما بيلاقيش اي مقابل ولا اي تقدير، يبقى اول حاجه مش قادر على ابسط كميه من الشغل، بيشتغل كويس بس ما بيلاقيش حد يقدره، وبعد كده بيقول مش معروف المطلوب منه ايه بالظبط، unclear او overly demanding job expectation، هو مش عارف ايه المطلوب منه ولا عارف هيعمل ايه، يعني ومش عارف ازاي انا احافظ على كل حاجه حواليا، احافظ على المريض ولا اهتم ولا اجيب له ادويه من بره ولا اجيب له ايه، ما هو الحاجات مش متوفره عندي برده، فانا مطلوب مني اجيب له، يعني جاي دلوقتي واحد في عمليه وما فيش خيط جراحه، واد جاي لي من بره وخلاص ايده مفتوحه وانا مش لاقيه خيط، وده انا شفتها بعيني، انا مش لاقيه خيط اعمله، طب انا هجيب له خيط ولا هسعفه بسرعه ولا هشوف السرير اللي قاعد عليه نضيف ولا لا، ولا اركب له قسطره ولا اعمل له الحاجات دي كلها، انا ببقى عايز اشتغل بسرعه بس الموارد مش جايه، فانا لازم طبعا اشتغل باقل الامكانيات. بعد كده doing work ذات monotonous او unchallenging، يعني الشغل روتيني، انا بشتغله لوحدي ما بتنافسش مع حد، باجي كل يوم اكشف على عيانين واقوم امشي، كل يوم جيت وكشفت على عيانين وقمت مشيت، يا فرحتي. طب وبعدين مفيش اي روح منافسه كده في الشغل، ولا الشخص حاسس ان هو بيعمل حاجه جديده، لا. بعد كده working in an unorganized او high pressure environment، راح اشتغل في مكان الناس الاكسبكتيشن بتاعتهم عاليه قوي وبيضغطوا عليه دايما، اللي هو واحد دخل يعمل عمليه ليزك عايز يخرج عينه ما فيهاش حتى ما تبقاش دراي، عينه ما تبقاش فيها شويه جفاف، طب انت اصلا ما كنتش بتشوف شويه الجفاف دول اللي زعلوك؟ اصلا المرضى دول حرام نشتغل فيهم بامانه، سيبهم كده ما يشوفوش او خليهم بنضارتهم، الناس دي ما ينفعش نشتغل معاها، لان انت مهما تعمل هيقول عليك دكتور، يعني هيطلعوا فيك الصفات الوحشه كلها، واحنا اتكلمنا على حوار الهاي اكسبكتيشن ده في المحاضره اللي انا شرحتها قبل كده. بعد كده نتكلم على اللايف ستايل، لها علاقه باللايف ستايل بتاعه الشخص، ان هو working too much، بيشتغل كتير جدا، ما بياخدش وقت للراحه بتاتا، واحد حياته كلها في الشغل، بيجي عليه وقت خلاص بيتعب بقى، يعني بيفضل شغال شغال شغال، يجي وقت بقى خلاص مش قادر، انا المفروض استريح شويه، يعني في الوقت ده هيبدا يدرك ان انا عمري عدى، يعني هو فيما معناه العمر عدى والنايم على المخده، فهو ما كانش نايم على المخده ولا حاجه وكان شغال، فعمره عدى وهو شغال. بعد كده بيقول ان هو بيكون شايل كل حاجه على دماغه، يعني من الاخر هو حمال اسيه، being expected to be too many things too many people، ان هو بيشيل كل حاجه للناس
وفاكر نفسه ان هو ابو علي بقى، وان انا اللي يعني هبقى حمالي اسئله، ده هيجي يشتكي لي وده هيطلب مني اعمل له وده هيجي من يطلب مني اسوي له وانا هعمل كل ده. لا طبعا انا ما اقدرش اعمل كل ده، ما فيش حد بيقدر لوحده يعمل كل حاجه، لازم كل واحد يعمل الشغل المطلوب منه، واصلا بيكفوا الشغل المطلوب منه بالعافيه. تخيل بقى يجي حد يقعد يشيلك وانت تشيل، فانت هتتعب، هيجي عليك وقت خلاص بقى مش هتقدر. تخيل تبقى بتعمل لحد كل حاجه والناس بتفتكر ده حق مكتسب، فما ينفعش ان انت ما تقولش لا، لازم تتعلم تقول لا وتدي لنفسك مساحتك الشخصيه، او ان انت تعمل تيكينج تو ميني ريسبونسابيلتيز، ان انت تاخد مسؤوليتك ومسؤوليه الغير. دينا بتتكلم في نفس النقطه، وزود اناف هيلب فروم اذر، ما حدش بيساعدك، نوت جيتينج اناف سليب، ما بتنامش كويس. وطبعا النوم، انا والله لو انا كشخص انا ما بنامش كويس بروح الامتحان الصبح مش عارفه احل، لازم على الاقل 5-6 ساعات، ودي بالنسبه لي اقل حاجه. نام كويس عشان النوم بيحسن المزاج. والله لاك اوف الكلوز والسبورتيف ريليشن شيب، ما عندوش اصحاب لا في المستشفى يتنافس معاهم، ولا ان هم يطيبوا بخاطره لما احنا بيكون مثلا في الامتحانات اصحابنا مثلا يقولوا لنا ما تزعلوش على الدرجه، ما تزعلوش على حاجه. يعني الناس دي في حياتنا فعلا بتفرق، فلازم الناس دي تبقى موجوده، او ناس حتى بره المجال اللي هي سبورتيف ريليشن شيب، الناس دي برضو بتدعمك مهما كان، وانت بتلاقي نفسك وسطهم وبتقعد ان انت بتبقى مبسوط وبتعمل حاجه انت بتحبها. بعد كده البرسوناليتي تريتس، دي بقى اللي احنا بقى قلنا هنفهمها من هنا. اول حاجه البرفكشنست تندنس، ان انت بتكون متوقع ان انت هتعمل كل حاجه على اكمل وجه، وطبعا الكمال لله وحده، مفيش كده، nothing is ever good enough، مفيش حاجه بتكون بالنسبه لك كويسه بالقدر الكافي، انت عايز كل حاجه كامله ما فيهاش اي غلطه. يعني انا عايزه الشرح ده كامل ما فيهوش اي غلط، بس انا ببقى مش مدركه ان هو فيه حاجات غلط، انتوا اللي تقولوا لي، انا ما ببقاش شايفه. في ناس بقى هي بتبقى شايفه ان كل حاجه بتعملها ما عندهاش ثقه في نفسها، كل حاجه عندها وحشه. تاني حاجه بسيمستيك فيو، انا في شخصيتي واحد متشائم بشوف كل حاجه وحشه، اللي هو عارفين انتوا والله كان ناقصها صوره هنموت كلنا، واحد ماشي شايف الناس كلها وحشه، شايف الحياه بنظره تشاؤميه، شايف ان انا لو خرجت هموت مش هرجع، لو رحت الشغل فانا شغلي ملوش لازمه، والعيانين دي اصلا يلا كله لازم يموتوا ريحونا مش عايزين نشتغل، وهكذا. هو بيسيمستيك فيو لنفسه وللعالم، يعني ما حد استلم من شر. تالت حاجه بيقول ان هو زنيد تو بي ان كنترول، يعني اقسم الشغل بتاعي مع ناس تانية، علشان يعني ما بيحبش ان هو يقسمه مع الناس يعني وكده، فدي حاجه بتقلل الاسترس عليا. يبقى زنيد تو بي ان كنترول، unwillingness to delegate to others، يعني بقاسم شغلي مع الناس عشان اقلل الاسترس عليه. هاي اتشيفنج تايب اي بيرسوناليتي، الناس بقى اللي هي تايب اي بيرسوناليتي دي اللي هو زينا كده، الناس اللي طول العمر شايله هم الناس، يعني شايله همها وهم العيانين بتوعها وهم كل حاجه حواليها، الناس دي حرفيا ما بتستريحش، وهي دي اكتر ناس بيجي لها البيرن اوت. بعد كده الوارنينج ساينز وسيمتومز، ايه الحاجات اللي تقول لي ان الشخص ده عنده سيمتوم نوستاين، يعني اللي تقول ان الشخص ده جاله بيرن اوت. اول حاجه فيزيكال وايموشنال وبيهافيرال، فيزيكال وايموشنال وبيهافيرال. بعد كده نتكلم، يبقى السيمتومز فيزيكال وايموشنال وبيهافير. بعد كده نتكلم على ايه، على كل واحده فيهم شويه. الفيزيكال دي يعني جسمي، واحد عنده بيرن اوت هيحس ان هو تعبان مستنفذ، مناعته بتقل، على فكرة الزعل والتوتر والحاجات دي كلها بتقلل المناعة فعلا، دايما حاسس ان هو تعبان مصدع ظهره تعبه ما عضلاته وجعاه وهكذا، وما بيعرفش ياكل ما بيعرفش ينام. في ناس بقى من كتر الضغط يا بتاكل كتير وتتخن وتعمل من كتر الاكل، وناس من كتر الضغط ما بتاكلش خالص وبتتسل بتبقى رفيعة خالص، وطبعا كل ده غلط وده غلط، والاتنين بيجيبوا امراض. واصلا لما بنكون في توتر ونيجي ناكل الاكل ما بتنامش كويس فبيأثر علينا بالسلب. بعد كده الايموشنال ساينز او السيمتوم بيقول ان انت بتحس فيلر، مش عارف تتكيف مع الناس اللي حواليك، حاسس ان انت هيلبلس ترابد محبوس، وحاسس ان انت عايز تنعزل بقى عن الناس والعالم، مفيش اي موتيفيشن يحركك ان انت تشتغل، عندك نظره تشاؤميه للعالم وبتبقى شخص بيسميستك ونيجاتيف اوتلوك، نقص في الساتسفاكشن وما بتبقاش راضي عن اي حاجه بتعملها، بتدور على الكمال وده مستحيل.
بعد كده نتكلم على حاجه اللي هو ديلينج ويز البيرن اوت، نبدا ازاي نتعامل مع البيرن اوت ده. سوري ما قلناش البيهيفيورال بقى، على التصرفات بتاعتك ان انت بتبدا تزهق على الناس، تنعزل عنهم، تاخد وقت كتير، تستخدم ادويه علشان تقلل الضغط، وفي ناس بتشرب كحولات وناس بتبقى مدمنه، الحاجات دي كلها وحشه ما يعني غلط. فهي نتكلم بقى ازاي نعمل ديلينج مع البيرن اوت. حاجه اسمها 3 ار ابروتش. اول حاجه ريكوجنايز ان انت تبقى عارف الساينز اللي عندك دي، ان دي بتدل على ان انت بعد شويه يحصل لك حاجه اسمها بيرن اوت. فانا لازم ابقى مدرك تماما يعني الاعراض اللي عندي دي، ان انا بعد كده هبقى هتعب. تاني حاجه الريفرس. الريفرس ده اللي هو ابدا ادير المشكله اللي عندي، يعني خلاص دلوقتي انا جات لي الاعراض عرفتها، ريفرس ابدا ان هو undo the damage by managing stress and seeking support. ادور على الدعم، اتعامل مع مشكلتي. خلاص المشكله هتقع، ايوه لازم اتعامل معاها، ما ينفعش اسيبها، ما ينفعش اسكت عن المشكله. لما بسكت عن المشكله في نفسي المشكله بتكبر اكتر وبتعب اكتر، فانا لازم ابقى مدرك ان في مشكله عشان اعالجها. فانا كده ادور على السبورت من بره، مش عيب، كلنا ناس بشر وبنحتاج ناس في حياتنا. بعد كده حاجه اسمها الريزيلينس. الريزيلينس ده يعني المرونه، ان انت بيقول لك build your resilience to stress by taking care your physical and emotional health، يعني خليك مرن في التعامل مع الضغوطات اللي بتقابلك، وحاول تهتم بصحتك النفسية وصحتك البدنية. بعد كده ازاي اعمل prevention للبيرن اوت. زي ما احنا شايفين صورة الكبريت دي، في حاجات لازم تنسحب فترة علشان ابدأ ان انا ارجع واكمل حياتي. ازاي اعمل بقى بريفنشن للبيرن اوت ده؟ اول حاجه التيبس ان هو ستارت ذا داي ويز ريلاكسنج، اللي هو ريشوال. ريشوال دي اللي هي معناها طقوس، ابدا يومك بطقوس كويسه، اصحى الصبح اشرب فنجان القهوه اللي بتحبه او النسكافيه اللي بتحبه، اعمل شويه رياضه خفيفه وروح الشغل ماشي، علشان تقلل التوتر اللي عندك وتبقى حاسس ان انت رايح مبسوط. وعلى فكره انا جربت الموضوع دوت وحاجه كويسه جدا. تاني حاجة adopt healthy eating والexercising and sleeping. نام كويس، العب رياضة، كل أكل كويس، لأن كل دي بتأثر على الصحة النفسية وبتخليك المود بتاعك كويس. set boundaries. يعني إيه set boundaries؟ حط حدودك مع الناس، ما تخليش أي حد يتخطى حدودك، وتعلم تقول لأ. مش أي حد يجي يرمي عليك الشغل وتقوله تمام يا فندم تسلم وشكرا، لا، ابقى عارف حقوقي وعارف واجباتي واعرف ارد على الشخص اللي ضايقني. بعد كده تيك ا ديلي بريك فروم تكنولوجي. حرفيا الفيس هو اللي جايب لنا كل الكآبة اللي احنا فيها، واحنا كلنا عارفين ده وما نقدرش ننكره. فانا دلوقتي ازاي ان انا اعمل كده؟ اروح اقفل الموبايل بتاعي او اقفل موبايلك واقعد شويه كده، حاجه زي المديتيشن كده، قاعد تاخد نفسك، تنفصل عن العالم شويه، يعني تحسن من صحتك النفسية وتعيش في هدوء وسلام تام، عشان محدش يعرف يوصلك بسهولة. عارف انت لما بتكون الناس عارفة توصلك بسهولة والله كل المشاكل بتيجي، لكن اقفل موبايلك كده وقعد شوية ولا هتلاقي نفسك قلقان من رسالة جاية، ولا هتتخض مثلا لما تسمع صوت الموبايل. اقعد فاصل عن الدنيا وما فيها. بعد كده نورش يور كرياتيف سايت. كرياتيف سايت يعني شوف انت بتحب هواية ايه، الرسم، غنى، شعر، الناس اللي هي بتحب الرياضة، شوف انت بتحب ايه واعمله. الحاجة دي بتأثر عليك والله، وبتخليك حتى في الدراسة. انا بشوف الناس اللي بيكون عندها الكرياتيف سايد ده بتهتم بيه، بحسهم اشطر من الناس التانية في الدراسة، مش اشطر منهم في الحياة كمان، بس لا في الدراسة، وبحسهم ناس بتعرف تعمل يعني حاجة اسمها يعني زي ادارة وقتهم، بتعرف تستغل الوقت وبتعرف تعمل كل حاجة كويسة. بعد كده learn how to manage stress. اتعلم ازاي تدير التوتر بتاعك ده وازاي تتعامل معاه، ما تستناش من حد ان هو اللي يجي يقول لك اعمل وسوي، لا، انت خليك انسان واعي، عارف ان انت طول الوقت هتبقى في ستريس، ومفيش حاجه بتعدي سهله، وكل حاجه محتاجه تفكير وتعب شويه وبتاع، بس ما تاخدش كل حاجه على اعصابك. لما بتاخد كل حاجه على اعصابك كل حاجه بتبوظ. فنتعامل مع كل حاجه كده واحنا ريلاكسنج على الاخر خالص، هو الاخر روق يا صاحبي كله رايح. بعد كده حاجه اسمها الكوبينج ويز الجوب بيرن اوت. خلاص البيرن اوت، احنا في الاول كنا بنتكلم عن البريفنشن،
بنحاول نمنع البريفنشن دوت، يعني بقصدي نحاول نمنع ان البرن اوت يحصل. فكنا بنقول لك اخرج بدري واشرب حاجه اللي بتحبها والعب الرياضه وكل اكل كويس وحافظ على حدودك وافصل وغذي الجانب الكويس بتاعك والحاجات بتاعتك دي. خلاص انت يا عم ما عملتش ده كله، غلط غلط وما بيغلطش، جل من لا يسهو غلط وانا عايزه يغلط، جاله برن اوت بقى ملان وتعب خلاص ما بقاش قادر. نتعامل بقى معاه ازاي؟ الكوبنج دي خلاص المصيبة حصلت، دايما تقولنا بعد البلوة تيجوا قبل البلوة، لا خلاص البلوة حصلت جينا يا ابني. اول حاجة dealing with job stress، يعني ايه؟ ابدأ اتعامل مع الاسترس بتاعك دوت بشكل كويس، ما تقللش زي ما قلت لك من شويه وكله بيتكلم حوالين نفس الحاجه، ما تقللش من مشكلتك، لازم تبدا تتعامل معاها كويس ومع الضغوطات بتاعتك. 2 actively address problem، يعني لازم الحق المشكله قبل ما تقع. يعني دلوقتي حصلت مشكله، انا واحد شغال في شركه، ما استناش بقى المشكله تحصل ونعمل اجتماعات ومؤتمرات ونجيب رئيس الشركه ونجيب مجلس الاداره ونجيب ونجيب ونجيب، لا خلاص ابدا اتعامل مع المشكله الحقها قبل ما تكبر. تمام، خلاص عرفت ان في مشكله، ما سيبهاش بقى لما تكبر على الاخر بقى ونجيب الناس وناس الناس، لا اتعامل بقى معاها، مش هنقعد بقى نسيب كل حاجه كده سلاح مداح. تالت حاجه clarify your job description، يعني حاجه اسمها التوصيف الوظيفي، يعني اعرف ايه الحاجه المطلوبه مني وما تطلبش حاجه زياده، وان المطلوب ماشي، يعني بقى انا موضح لنفسي انا هعمل ايه بالظبط ومسؤوليتي ايه، فانت واشتغلها، ما بقاش داخل كده وانا مش عارف انا هعمل ايه. بعد كده ask for new duties، لو انت عندك وقت فاضي وعايز تعمل حاجه زياده بس تكون حاجات مختلفه، اي بقى حاجه انت عايز تعملها اعملها، يعني شوف لك يعني غير التاسكس بتاعتك كل فتره عشان تجدد الباور بتاعك. يعني ايه؟ يعني انا عارف، يعني حط لنفسك اهداف، ده بالمعنى يعني الحرفي المعنى العام بتاعها. بعد كده تيك تايم اوف، لازم اخد بريك كل فتره. يعني ايه تيك تايم اوف؟ دلوقتي انا واحد في الشركه دي كان عندنا ضغوطات الفتره دي، ناس تعبت معانا لدرجه لا توصف، خلاص ابدا بقى خلاص المشكله عدت اهي، اديهم اجازه يفصلوا يومين ثلاثه والناس دي ترجع من الاجازه، ناس تانية تروح اجازه، ما بقاش انا واخد الناس مشغلها مستعبدها، لا لازم نفصل وقت كده نخرج فيه مع العيله او لوحدنا او مع اصحابنا، نجدد فيه طاقتنا، نشحن نفسنا تاني، لان مفيش انسان على وجه الارض بيفضل طول الوقت على نفس الريتم ونفس الكفاءه ونفس كل حاجه، لا لازم في وقت افصل فيه واخد حاجه لنفسي، اكتشف في شخصيتي حاجه جديده، اقعد مع نفسي اشوف انا هعمل ايه. بعد كده related articles، ايه ده بقى اقرا مجلات والجو ده، حاجه ملهاش لازمه. بس كده خلصنا البتاع، نقول بقى احنا عملنا ايه كده بسرعه، معلش معلش معلش. احنا اتكلمنا اول حاجه عن الاسترس وقلنا ان معناها ان انا ببقى شايف ان المطلوب مني اكتر من اللي اقدر اعمله، وبعد كده اتكلمنا على الاسباب بتاعه الاسترس واتكلمنا عن المانيفستيشن اهو، قلنا الحاجات دلوقتي، قلنا الاسترس، قلنا ان حاجه ببقى شايف ان المطلوب اكتر من اللي انا اقدر اعمله. بعد كده قلنا ان الناس بتكون حاسه ليتل ستريس امتى؟ لما بيكون عندها الوقت والخبره والحاجات اللي هتبدا تشتغل بيها الريسورسز بتاعته. بعد كده نتكلم عن الناس بتحس امتى بالجريت ستريس، ان هي ما بتبقاش عارفه هي تشتغل ازاي اصلا، او ان هي شايفه ان الحاجه المطلوبه منها كبيره لدرجه تفوق قدراتها، ومش لازم طول الوقت ابقى حاسس بستريس، طول ما انا عندي الخبره والوقت والريسورسز مش هبقى حاسس بالمشكله دي. الفاكتورز قلنا واحد دلدول ماسك مسؤوليه مش عارف يتصرف، دايما مضغوط ستريسد، عنده بريشر ديدلاين اوف الديدلاين، لو فكر يتغير وجاهد نفسه فحصل رول اوفرلود، وشال هم مهم الناس ريسبونسابيلتي فور اكشن اوف الاذرز. بعد كده المانيفستيشن قلنا تعبان مخنوق متضايق وزهقان وكمان مش طايق حد وفقد الشغف وقلقان وحزين، tired و depressed و physically emotionally exhaust burned out unhappy trapped worthless hopeless rejected anxious.
بعد كده التايب اوف ستريس قلنا ديستريس وايه ستريس. ديستريس ده النيجاتيف ستريس اللي بيخليني ما اشتغلش، الايه ستريس ده اللي بيخليني اشتغل وبيديني موتيفيشن والحافز ان انا اشتغل. بعد كده اتكلمنا بقى عن البيرن اوت، واتكلمنا على ايه في البيرن اوت، اتكلمنا على او قلنا ان هو عبارة عن سايكولوجيكال تيرم بنطلقه على على الناس اللي هي بتشتغل كتير وفقدت الشغف وخلاص حصل لونج تيرم اكزوشن و جنرال ويرينج اوف اوف فروم البريشر وورك، خلاص اتخنقت من واتهرت وتعبت من كتر الضغط عليها. بعد كده ايه هو البيرن اوت ده؟ احنا قلنا ان هو سايكولوجيكال ستيت، والسايكولوجيكال ستيت دي كانت ثلاث حاجات فيزيكال ومنتال واموشنال، واتكلمنا عليهم كل واحد. بعد كده قلنا الطبيب بيبقى اللي بيتاثر عليه لما بيحصل بيرن اوت ان هو ما بيبقاش عارف يتعامل مع الناس، بيبقى عنيف معاهم ما بيحبهمش، بيأثر على علاقته بتاعه اللي هي الدكتور بيشنت ريليشن شيب، بيكون عنده بور كير وزياده في الميديكال ايرور. بعد كده فرقنا ما بين الاستريس والبيرن اوت، والخلاصه قلنا ان الاستريس حاجه بتبقى حاصله دلوقتي وبيبقى عنده انكسس انكزايتي ديس اوردر، البيرن اوت بيكون مشاعره بلانتد وكل حاجة عنده بتكون خلاص بقالها بقى فترة طويلة. بعد كده قلنا اسباب البيرن اوت، قلنا اسباب لها علاقة بالشغل واسباب لها علاقة باللايف ستايل وحاجات لها علاقة بالشخصية البرسوناليتي ترايل، وقلنا طبعا كل واحدة على حدة، بس قلنا بتاعت الشغل اللي هي الورك ريليتد ان هو بيبقى مشغل لوحده ما بيعملش تشالنجز، ما عندوش مش قادر يشتغل حتى الشغل الصغير، ما بيتقدرش الحاجات بتاعته اللي هو التاسكس المطلوبه منه مش محدده، وما في وشغله روتيني جدا ما فيش اي تشالنجز بتحصل بينه وبين اي حد، والناس اللي شغال معاهم توقعاتهم في السماء. اللايف ستايل قلنا ان اللايف ستايل بتاعه وحش، ما بينامش كويس ما بياكلش كويس ما عندوش ريليشن شيب كويسه في حياته، والحاجات بقى اللي هي ما بيبقاش عنده ريلاكسيشن والحاجات دي. البيرسوناليتي ترايتس قلنا ان هو شخص بيكون طموحاته في تقديراته في السماء، عايز كل حاجه تكون جود، بيكون عنده نظرات تشاؤميه بسميستك فيو وبيرسوناليتي تايب اي. بعد كده الساينز والسيمتوم اللي بتعرفني ان في عند الشخص ده بيرن اوت، قلنا فيزيكال واموشنال وبيهافيرال، واتكلمنا عليهم كل واحد لوحده. قلنا ازاي نتعامل مع البيرن اوت ده، قلنا ان احنا اول حاجه نعرف المشكله، ريفرس نبدا نتعامل معاها، ريزيلينس ان انا ابدا اقلل من المشكله اللي عندي دي وابدا يبقى عندي مرونه في التعامل مع المشكله، وصرحنا كل واحده برضو لوحدها. بعد كده بريفنت ازاي امنعه قبل ما يحصل، ان انا ابدا يومي بطقوس انا بحبها، اكل كويس انام كويس، احط حدود لنفسي ما بقاش متاح للجميع، ابقى عندي بريك فروم اخد بريك من التكنولوجيا، ان انا ابعد عن الموبايل الوقت يعني قبل النوم مثلا على الاقل بساعتين كده، اغذي الكرياتيف سايد بتاعي واعمل حاجه بحبها، اتعلم اكتر ونروق على نفسنا زي ما قلنا. خلاص الاسترس حصل وانا المفروض ان انا اتعامل معاه، هبدا اول حاجه ان انا اتعامل مع الاسترس ده، ابدا ان انا اشوف بس كده ثواني تمام لازم الحق المشكله قبل ما تقع، والحوارات اللي بتحصل دي كلها قلناها، كلاريفاي يور جوب ديسكريبشن، شوف انت عايز تعمل يعني حدد الحاجه اللي انت هتعملها، ما تبقاش ماشي كده ما انتش عارف انت بتعمل ايه، ما تبقاش ماشي زي الاطرش في الزفه. اسك فور نيو ديوتيز، دور على تاسكس جديده تعملها تكون حاجه تخليك تفصل عن وتظبط مودك، وخد وقت روح لنفسك واجازات، واقرا مجلات. ثانك يو، واستنى الفيدباك بتاعكم، مع السلامه.